قادرين ان هم بالشباب، الشباب الواعد، انهم يبصوا على نهر النيل. نهر النيل مش مجرد اداه للحياه فقط، هي موارد طبيعيه، هي بيوري الرمز بتاع النهر، بيوري ازاي ان احنا نقدر نشرب، نقدر ان احنا ناكل من المياه الموجوده، ازاي الكائنات البحريه اللي موجوده هي السبب في الحياه، ازاي ان في فرص عمل ممكن ان هي تبقى موجوده من خلال الصيد. فكل دي موارد طبيعيه. وجود الشباب النهارده العربي والافريقي مع بعض بيورينا ان احنا نقدر ان احنا نبص على نهر النيل على انه رحله، رحله حياه، رحله حفاظ على موارد طبيعيه للاجيال الحاليه والاجيال المستقبليه، وهو ده المفهوم البسيط للتنميه المستدامه.